نوح ده والطيب وابن حلال وجدع وبتاع شغل، يا ريتك تبقى زيه. عنديني فرصة انت بس الأول. في واحدة عاوزة هتلدك جوه. واحدة؟ دلوقتي؟ فاهمة كل حاجة يا مالك. فهمني ايه؟ أنا فهمت كل حاجة خلاص. أنت مش عارفة أنا هعمل فيك إيه؟ إيه دي يا مالك عشان أشرح؟ إيه؟ أنت تلف وتمشي قدامي من غير ما تفتح بقك بولا كلمة. لف بقولك! اللي شفتيه ده نص الحقيقة بس. لو عايزة تشوفي الحقيقة كاملة هوريها لك. مين دي؟ دي سورة ماما الله يرحمها. ودي دي سورة قبر ماما. انت جبت الصور دي منين؟ انت مين؟ ودي مين دي؟ امك اللي ماتت من 20 سنة ملك الله يرحمها لسه عايش. انا قعدت افكر أنا ممكن ألجأ لمين في الظرف اللي أنا فيه ده، وما لقيتش غير حضرتك اللي ممكن تحميني من عنتر. وأنا مبسوط قوي إن أنت لجأتيلي، وصدقيني لو في إيدي أي حاجة أعملها أنا مش هتأخر خالص. عنتر خطف أختي سما. إيه؟ خطفها؟ هو بعد ما طلقني كان عاوز ياخد مني بنتي جودي، وأنا طبعًا كنتش هقدر أقف قصاده، خفت أتحرم منها، فأخدتها من المستشفى، ورحنا أنا وهي وبابايا وأختي عشنا في بيت تاني هو ما يعرفوش، بس للأسف سما اضطرت تروح تجيب حاجات من البيت القديم. ومن ساعتها وهي مختفيه وتليفونها مقفول. ايوه بس انت غلطتي ان انت خدتي بنته من وراه. انا كنت مرعوبه ومش عارفه اعمل ايه معاه. طب انت متاكده ان عنتر هو ورا غياب اختك؟ ايوه الجيران شافوها واقفه بتتكلم مع واحد ووصفوا حسن وقالوا انها ركبت عربيه مع رجاله كانوا معاه، ومن ساعتها وهي عربيتها واقفه قدام العماره ما اتحركتش. انا مش عايزك تقلقي خالص، انا هتصرف. انت فاكر كده انك ممكن تضحك عليا؟ كل ده ليه؟ عشان اكتشفت ان انت النمر؟ انت واحد حرامي ونصاب ودخلت الصاغه واشتغلتنا كلنا عشان تسرق فلوسنا، وجاي دلوقتي تضحك عليا بصوره معموله فوتوشوب ولا مش عارفه معموله بابلكيشن ايه؟ انت وقعت وانا مش هسيبك. انا ما وقعتش يا مالك، انا اللي جايبك لحد هنا وسايبك تمشي ورايا من ساعه ما طلعنا من الصاغه، وكسرت اشارتين عشان تلحقيني، وركنت 3 مرات عشان ما المحكيش، وانا اللي سايب لك الباب مفتوح عشان تدخل. انت مش هتضحك عليا تاني. أنا أمي ماتت من 20 سنة الله يرحمها. مش أنا اللي بضحك عليك يا مالك، أنا لا حرامي ولا نصاب، وصورة والدتك قدامك أهي حية ترزق. أنت مين؟ أنت عايز مني إيه؟ أنا أمي ماتت من وأنا صغيرة، وياما رحت زرتها في قبرها، وياما عيطت لها وحكيت لها اللي بيحصل. أنت فاهم اللي أنت بتقوله ده معناه إيه؟ أنت اللي مش فاهمة أنت عايشة في إيه؟ أنا جبتك لحد هنا عشان أوريك الحقيقة. حقيقتي إيه؟ دي أكيد مش أمي. مين دي؟ العروسة اللي معايا دي كانت موجودة معايا في كل صوري القديمة.
إلهام السرجاني عايشة محبوسة بقالها 20 سنة، شهادة وفاتها مضروبة، والقبر اللي المفروض مدفونة فيه فاضي. إزاي؟ مين اللي عمل فينا كده أنا وبابي كل السنين اللي فاتت دي وخلانا نتعذب عشانها؟ هو أنت كنت فاقد الذاكرة ولا أنت اللي رميت نفسك قدام العربية وعملت الفيلم ده كله؟ أنا ما فقدتش الذاكرة، والفيلم هو اللي أنت عايشة فيه من قبل ما تشوفيني. أنت سرقت بابي وحاولت تقتله، وسرقت شمس وعنطر والحاوي، جاي دلوقتي عايزني أصدقك؟ أنا بقى مش مصدقة ولا كلمة من اللي أنت بتقولها. لو مش مصدقاني أنا قدامك اقتليني، بس لو قتلتيني مش هتشوفي والدتك تاني. طب هي لو عايشة زي ما أنت بتقول وديني ليها. الصبح يصبح وأوديكي ليها وهتشوفيها بنفسك. ماشي، وأنا مش متحركة من هنا إلا على هنيك. ماشي. انزل يا مالا، انزل. انتي كويسة؟ انتي كويسة؟ اوه